دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري قمة اسطنبول الطارئة للخروج بقرارات حاسمة وفعالة قائلا: لا تكون هذه القرارات إنشائية وممجوجة، بل يجب أن يكون لدى العرب والمسلمين الجرأة لمواجهة أمريكا وأن يتفقوا على ذلك. وفي حديث له على شاشة قناة الجزيرة أكد صبري على ضرورة أن يكون القول على مستوى التحدي، مضيفا: ما لاحظناه أن الشعوب هي التي انتفضت والأنظمة لم تقم بشيء، مناشدا الأخيرة بضرورة الاتفاق لاتخاذ قرار حاسم يلزم أمريكا، خاصة أن لها مصالح في الدول العربية. وفي رده على تساؤل إعلان الاحتلال عن بناء الآلاف من الوحدات السكنية أكد خطيب المسجد الأقصى أن هذا الإعلان عن بناء وحدات سكنية يؤكد أن القوم لم يكن لهم أرض، وهم بحاجة إلى الاستيلاء على الأراضي ليبنوا عليها دولتهم فيأخذوا حقوق الآخرين من أجل أن يحققوا مآربهم. وأضاف صبري إن مخاطر قرار ترامب تكمن في تحويل المدينة المقدسة إلى الطابع اليهودي ليكون هو المسيطر على القدس، لتكون السيادة عليه للاحتلال باعتباره صاحب القرار وحاكم البلاد، معقبا بأن ذلك مرفوض ولن يستسلم له المقدسيون، مستدركا أن انتفاضة الشعب تأتي عبر فرض الأمر الواقع لمواجهة قرار الاعتراف إياه. دعوة الشيخ عكرمة تأتي بين يدي أول جمعة غضب إسلامي في هبة فلسطينية عالمية انطلقت من كل فج دولي عميق انتصارا للقدس بين يدي قرار الرئيس الأمريكي الممهور بتوقيعه الرسمي المعترفين بالمدينة المقدسة المحتلة عاصمة لإسرائيل. موقف المؤسسة الدينية المقدسية المستصرخ خفضت له الرسمية الفلسطينية جناح الإصاخة، مؤكدة على لسان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن القدس أهم من الإدارة الأمريكية، وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يمر عفواً.